أنا طبعاً صابت سويت عملية سنة 1917 بالشهر التاسع. في أثناء العملية وجد الدكتور عندي ورمة بالمستقيم، وأخذ خزعة من الورمة طلع مرض خبيث. فرحت راجعت عدة أطباء، ومن ضمنها رحت إلى عمان نفس الحالة، قالوا لازم عملية كبرى ولازم نغير لك المجرى المستقيم. فبعدين رجعوني من عمان إلى مستشفى الأمل على مود إشعاع، ضربت 30 جلسة إشعاع، وبعدها قمت أخذ علاج كيميائي، وهال العلاج مالتي. هذا العلاج بالمستشفى ماكو، أنا جاي أشتري على حساب، ما عد المستشفى يقول إحنا ما عدنا هاي الأوبر، ودنا نشتري على حسابنا، تكلفني 400,000 كل 21 يوم. زين، وإحنا ناس تري فقرة. أنا نازل ضمن منطقة الزعفرانية مجاور من شئة النداء اللي هي بيها كان مواد كيميائية ومواد نووية، ومن ضمن الأهداف اللي ضربها التحالف بال2003. فمن ذاك الوقت أنا انصابت بهذا، والحد الآن موجود وعلى مود العلاج. علاج ما جاي يتوفرون لنا بالمستشفيات. فناشد المنظمات الدولية، المنظمات العربية، لأن احنا بلدنا على الأسف يعني ما قاموا، يعني ما لهم دخل بالمواطن، عليهم بنفسهم وبس، واحنا اللي ضحينا، واحنا اللي هذا انصابينا بهالمرض هذا وما دا يعالجونا. بس هو أخطر مرض هذا، ديروا بالكم علينا، باعوا علينا، طونا خلي عالجونا، وفرونا العلاج. لا يوفرون علاج، لا يوفرون هاي، بس الإشعاع أنا أقول لك بالمستشفى موجود، بس هم ينسره كل 3 أشهر هيك واحد، يعني أنت إلى ما يوصل السره. وأنا طالب أشتكي على التحالف الدولي اللي هو وصلنا لهالمرحلة هاي. زين، هاي عندي بنت أخوي أنا زهراء، تعاي زهراء قومي. تعال بابا تعال. هاي زهراء تكل، هاي صار البار أول بار طلعناها من العملية، تكل صحبها سك، وكل الثانية بيها ضمور، بيها 90% عملها. زين، هم أثر هاي المشاكل اللي صارت عندي. طبعا أنا قبل أحكي، قبل ما أحكي حالة الطفل هذا اللي هو ابن أخوي، أنا صير جده، بس أدي أسأل كل إنسان يتهم، وكل إنسان اختصاص سواء دكتور، سياسي، إنسان عاقل، أسألكم بالله، أكو طفل يولد بدون مخرج؟ الحالة يعني عمره سنتين، من عمره يومين من ولد طفل بدون مخرج، شنو السبب؟ أي إنسان العاقل يسأل يقول شنو السبب هذا؟ الحالة يعني طبيعي، طفل بدون مخرج مختوم، المستقيم ماله ملتوي صاعد بيناسور، شنو سببه؟ ماكو حتى الإنسان الفقير، الإنسان البسيط يقول لك هي هاي إشعاعات نووية. من اللي جاب الإشعاعات النووية؟ أنا جبتها؟ ها؟ لو التحالف الدولي جابها، لو الأمريكا هي اللي قادت التحالف الدولي ضربت العراق. إحنا منطقة قريبة على سلمان باك، يعني منطقة يمكن معروفة كلها تعرفها، منطقة اسمها الصويرة، هاي المنطقة بها حرس جمهوري، كلها تدري مناطق الحرس الجمهوري انضربت بالقنابل النووية أو القنابل اليورانيوم المنظم. اليابان انضربت قبل 50 سنة، مدى 40 سنة، هيروشيما وناكازاكي، لحد الآن تطلع. من سوى الأمريكا شيء؟ مو عوضتهم هسه؟ أكو مسؤول من مسؤوليننا الكبار باعتبارك مسؤوليننا، غير تقول يابا أنا هاي أطفالي وأنتوا الدولة قدتوا التحالف وسببها أمريكا واللي قاد التحالف واللي جابها علينا واللي ضربت المناطق. يابا إحنا نريد تعويض لهاي الناس الفقرة، الناس الفقرة اللي ما عندها إمكانية تاكل لقمة الخبز. أسألك بالله أي طبيب هسه يعني طفل عمره بدون مخرج تروح للمستشفيات مالتنا يقول لك هاي إمكانيتنا، هو ما يقدر يودي الدكتور أهلي، كشفية الدكتور 50,000 قوة يدبرها. زين، أبوه عاطل عن العمل، هذا ابن أبوه، زين شلون يعالجه؟ ياهي جهة أمريكية، جهة إنسانية،
اي مجتمع دولي قال يا بذول العراقيين الاطفال هاي عمره سنتين وطلع، خلنا نشوفهم نشوف حالتهم، مستشفياتهم هاي التعبانه تروح المستشفى تقول لك اذا ما عندك مكان يروح مستشفى وديته المدينه الطب، من عمره يومين طفل يتلوع زين ما عنده امكانيه يوديه مستشفى اهلي بالعراق، مستشفى اهلي بالعراق دا يوديه للخارج زين، هذا عمره سنتين وهيك شو وقت يصير باكر تطلع عنده مضاعفات اخرى، عنده بالفعل عنده مضاعفات اخرى ما عنده هاي هذا، وهذا ابوه وهاي امه وابو ذاك العطل عن العمل زين، امريكا ما قالت يابا باعتبار تحكي ام الديمقراطيه واحنا عندنا الكذا واحنا احنا الاساس الديمقراطيه، الديمقراطيه تقبل شعب ينمرد في سبيل والله، اسقط 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 نظام اسقط نظام، سقطت النظام شنو اللي جبته شنو شنو لا انت شنو جبته شنو اللي اعطيتني اياه، بنيت لي مستشفى جيت قلت يابا هاي الاطفال بدها تطلع مرضى بالاشعاعات مثل هذا ابني وغيره وغيره وغيره، يقول لك والله بس ملاط لا العراق كله انضرب شكو، حتى السياره اللي بالشارع انضربت انضربت انضربت، مواد موعت الحديد شنو مواد موع الحديد غير مواد كيميائيه غير مواد هذا المنظم وغيره وغيره، واسلحه اللي احنا ما نعرفها هم يعرفونها زين، جو قالوا ليش طلع مسؤول من مسؤوليننا قال يابا تعالوا يا شعب انتم كلكم تقيمون دعوه على امريكا وبدول العالم كلها الوحيد البلد بالعراق ما عندنا حد يقيم على على امريكا، ليش ما تقيم عليهم كلهم؟ مثل ما ياخذون حقوق من غيرنا ومثل ما طلبوا تعويض من عندنا من الحروب الباقيه واخذوا تعويض من العراقيين واخذوا من نفطنا واخذوا من غيرنا، شنو العراقي مستفاد من النفط؟ مستفاد بعلاج؟ مستفاد بتعليم؟ مستفاد بابسط شيء ما مستفاد منه؟ شنو طلبوا امريكا؟ اخذوا يعني مسؤوليننا مثلا هسه اللي احنا انتخبناهم واللي هسه بالمسؤولين واللي قبل من 2003 لحد يومك هذا، شنو يعطونا يا للشعب؟ طفل عمراني اكثر من 50 سنه عمي ما اعرف الامراض شنو ولا الحمد لله شكرا سرطان شنو، هسه الطفل يولد بسكر بامراض بتشوهات خلقيه ضمور بالدماغ، عمي وين اكو ضمور بالدماغ احنا سامعين؟ وين اكو هاي؟ وين هاي؟ زين ها كلها مو اسباب الاشعاعات؟ زين منهم جاب الاشعاعات؟ البلد انضرب من شماله جنوبه بقنابل ما انزل الله بها من سلطان ولا حد يعرفها. اناشد يعني اناشد اهل الغيره ما 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 احكي يعني المناشد. المسؤولين غسلنا ايدينا منهم. غسلنا ايدينا منهم اليوم وباكر وبعد حايرين بس بنفسهم والمناصب وزاره الصحه تروح للمستوصف الصحي. تحليل ب 3000 وب 7000 اسالك بالله هو هو عامل بسيط العداله انا عش جاي من الحكومه قال انا هم اروح للاهلي زين هذا هسه عمليات تحتاج سوى 3 اشهر الفضلات ما تطلع من بطله من خصيته قامت تطلع الفضلات 10 بطاله لمده 3 اشهر 10 بطاله مغذي خلي يسمعون خلي تسمعوا المسؤولين تسمع الدكاتره تسمع المنظمات تسمع امريكا اللي هي جابت لنا البلاء ام البلاء انا اسميها ام البلاء اساس جابونا الديمقراطيه لا لا خلفت عليك على الديمقراطيه ما اريدها انت موت شبابي وموت اطفالي وبعد 100 سنه تموتهم بطن ما موت ده يطلع بدون راس بدون رجلين بدون كذا يطلع الفضلات من 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 خصيانه من خصيته لان انسدت اسال اي واحد واي واحد عنده ذره انسانيه طفل عمره 3 اشهر صار 10 بطاله مغذي من الساعة بثمانية الصبح إلى الساعة بالأربعة العصر يدخلون المي في سبيل ينظفون الفضلات وتطلع أسألكم بالله أكو واحد هيك يعني هذا شنو سببها سببها تسممات لا مو تسممات يعني خل واحد يحكي لي إنسان عاقل يقول لي لا أنت أنت مو غلطان أنت هذا حكيك مو صحيح حكي الدكتورة تقول لك يابا هذا تشوه خلقي سبب الإشعاعات سبب الظروف الإشعاعية البلد كل اشعاع حتى المي مالك حتى الهواء مالك زين وتعال شوف هذا الطفل زين هذا هسه اربع عمليات 10 بطاله يوم مي مغذي ينظف بيه حتى يطلع الفضلات ببطنه زين وانا ناشد يعني الخيرين اللي باقي بعد عندهم ذره انسانيه اني يطالبونا من امريكا ما اريد من مسؤولين ما
امريكا هي اللي جابت لنا البلاء وجابت هذا المواد السامه اللي شوهت اطفالنا، هي تتحمل مسؤوليه، تتحول تقيم دعوه تعويض، تطلع المستشفى. زين هذا باكر ما يقدر، كل شيء ما يقدر، عمي ما يقدر يروح لدكتور مدني عمرها 13 سنه وصابت بهذه الامراض الشعاع انه، ونروح للمستشفيات يطلعونا خارج القطر يقولوا لنا روحوا اخذوا تحاليل برا، احنا حالتنا تعبانه، انا عمليه مسويتها بعشر ملايين بعقوبه والله بعقوبه سويتها مو على حساب الدوله، والدوله تطردنا من هذا الشيء وهي مريضه وتعبانه وحالتها، وكل تحليل ب 400 وب 500 تشيك كل 15 يوم، وهاي هالحالة الطفله وهي عمرها صارت 16 سنه وهي عمرها 13 سنه وانصابت بهذه الامراض الشعاع النووي. شن نجالس هسه دولتنا هاي هسه اللي راضيه بهاي الامريكان، هذا مرض همجانة من رب العالمين، من عتم من عتم مو من ربك، هذا مرض من ربك، من عتم من عتم هاي الامراض، وهاي احنا على هالحال. انا مصابه بمرض السرطان الغدد الانفاويه، ف يعني تعالجت، انا مو ما تعالجت بس بسبب يعني التلوث وبسبب الحرب الامريكان، حتى صار عندي طفل وتشوه وهو ببطني وجبته ومات بسبب الحروب وبسبب المعاناة اللي عانيناها وبسبب الحالات النفسية اللي مرت علينا بسبب الكيمياوي بسبب العلاج، مرة اكو مرة ماكو، يعني احنا تدمرنا هواية. انا احاكيك يعني هم بالموصل، اني هم تهجرت هم تمرضت وهم تبلش بيتي، يعني كل شيء ما بقى عندي. زين وهاي تقاريري وهذا العلاج اللي اخذته وهاي ورقة السفر اللي انا حد الان من 2014 من متابعة المستشفى لحد هسه ما اقدر اراجع على نفسي واشوف الحالات البيئة. زين ما تابعت بسبب الحالة المادية، يعني ما عندي، رحت المستشفى الحارثية، بالحارثية طلبوا بس الفحوصات من يمي 1.5 مليون، ما عندي من اجيب. زين يعني انا فوق هجمان بيتي، فوق المرض اللي عانيت من عنده، فوق السرطان، فوق الكيمياوي اللي اخذته تدمر اعصابي، وما زال اني اعاني من الحاله النفسيه، اعاني من كيس بظهري ما اعرفه هو خبيث الا حميد، يعني انا هم ما اعرفه. زين فاللي اخوه اللي حكوا ما قصروا، فاحنا ايش ما نحكي، ما نقدر يعني احد يسمع صوتنا او ينفذ لنا طلباتنا او يعني يوفر لنا اللي احنا نحتاجه بسبب الحروب وبسبب اللي هذا الامريكان اللي شوفت عيني، انا شفتهم سووا انزال واني حامل على جيراننا وضربوا هذا الاشعاع بسببه، يعني انا الطفل شوه ببطني ومات، يعني هذا منو جابها؟ عندي اطفالي هم اثنين هم استشهدوا بسبب الامريكان. زين يعني احنا نعاني ما نعاني، يعني شفنا اللي ما شفناه، يعني احنا شبينا وتشبينا على هذا القهر وهذا الضيم، وفوق هذا الضيم كله ثاني هم اعاني من السكر، السكر ما جاي ينزل عندي. زين تحاليل الالتهابات بجسمي ما اعرف شنو هي، ما عندي امكانيه اراجع حالي واشوف شنو البيئه. يعني احنا نحكي وياكم يعني تعذرونا، يعني نرفع اصواتنا عليكم، وهذا احنا مشتكانا لله. زين احنا يعني نداعي الامريكان مثل ما هم اللي فاتوا علينا، اللي هم دمرونا، اللي احنا ما كنا نعرفهم، اللي عافوا دولهم واجوا علينا دمرونا ولعبوا باعصابنا ولعبوا بحالنا. انا مريضه عندي مرض سرطان الثدي، نعم ذبوا علينا اشعاع بالطاقه وضربوها، ما اقدر اشتري الجرعه ب 250 و 160 ما اقدر اشتري، كل 21 يوم يكتبوا لي على جرعه، ما اقدر، امكانيتي تعبانه وقاعده ايجار، وعندي هذا ابني عنده تضخم عضله القلب الضيق بالصمام وتشوه خلقي من ورا الاشعاع ضربوا علينا، والناشد المنظمات الانسانيه ان شاء الله، لان الحكومه ما تسوي لنا شيء، الحكومه ناشدنا ماكو احد دار بحالنا، بس الناشد المنظمات ان شاء الله نباوع عليهم هم يرحمون بحالنا ويباوعون علينا. كل جرعه اشتريها 250 ما اقدر، امكانيتي ما تحمل، وقاعده ايجار اعوف نفسي لو اركض بي، ماكو، كل 21 يوم ماكو علاج، اشتريها على حساب يوم عندي ويوم ما عندي، وهذا ابني عفته يعني ما اقدر اركض بي، كشفيه الطبيب 75 ابو القلب لو 100، ومرات ما عندي عفت، هاي من 2007 مولد عمره 11 سنه وهذا كبر لا نمو لا هاي، وتعباني من ورا هالاشعاع ضربونا اياه بالطاقه، احنا هنا قاعدين بالمنطقه هاي. ضربت 2014 سرطان الثدي،
فأني الدكتورة من سويت تحاليل لا وراثة ولا شيء بسبب الإشعاع اللي انضربني. أنا مسكنت الزعفرانية فمسكت الزعفرانية تدري الزعفرانية وجسر الديانة كلها انضربت إشعاع بسبب الاحتلال الأمريكي. وأني من خلالكم نرفع صوتنا ونشكركم أنتم لأن ما حد الحمد لله ما حد طرق بابنا أو التجأنا. فنشكر الدكتورة ونشكركم وإن إحنا أريد نقاضي الأمريكان لأن إحنا بسببهم بسبب الإشعاع بسبب الاحتلال الأمريكي وإحنا لا وراثة ولا كل شيء. إحنا كلنا من وراء تلوث البيئة. هاي ثاني طفلة تصير عندها ضمور بالدماغ يعني سبب القوات التحالف اللي سببتنا هذه الأمراض هاي كلها هي سببتنا إياها. خليجوني نقذونا خليجوني يوصلون صوتنا. من وصل صوتنا إحنا؟ زين زوجي يشتغل عامل وطية هاي بعشرين ألف يلا تقدر تتحسن عليها وطية الحليب اللي تستخدمه يلا تقدر تستخدم. هسه احنا جانا نطيها أبو الخمسة آلاف تموت تتأذى ما تقدر كلها بسبب هاي الأمراض اللي جاتنا من خارج البلاد من قوات تحالف مستشفيات ما نقدر ناخذ السلمان باقي يحولونا للعلوية يقولون هاي هناك سببها بالعلوية. العلوية بس المغذي خلوا لك إياه كلها من برا المفراس من برا التحليل من برا الرنين من برا. مريم علي جميل من سكنة الزعفرانية صابت بمرض سرطان كلوي 2015 اضطرينا نشيلها الكلى لأن كانت ماكو أي علاج غير إنه نستأصل الكلى وأخذت كيمياوي أكثر من سنة. حالة النفسية تعبت الحالة النفسية تعبت جدا والحالة الجسدية أيضا. احنا نطالب من الجهات المعنية ان توفر لنا لهالأطفال كل المستلزمات لهم واني اطالب من الولايات المتحدة لان هي سبب دمار هاي الأطفال واكثر من شخص عند بمنطقتي صاب بهذا المرض وتوفى يعني اصدقائي وجيراني الله يرحمهم ان شاء الله. فنطالب الجهات المعنية ان توفر لنا المستلزمات والتعويضات إن كان مادي وإن كان معنوي. قبل سنتين هو من تلوث البيئة يعني عمليتين رفعوا صدري وعملية لاخ وأباطهم عملية وبعدين ثالث عملية قالوا لي بالرئة. سافرت مرتين بيت بعته متهجولة قاعدة بلي جار هستاني بيت كله على العمليات. هسه ما صار لفترة مجيت من لبنان يعني فلست 5 سنوات لازم اخذ هذا مال الرئه العلاج عملياتي وكلها اضبارتي ذيك كامله موجوده. وهسه بعد همين السكر قام يصعد عندي السكر همين دهورني بسبب هذا مفاصل سوفان كله يقول لي كثره العلاج اللي تاخذي ما حكومه كله على حسابي قاعده اسوي. الدكتور منور النقاش اللي دزنه هو اللي يروح للخارج ما يفيد شيء هاي هو اللي رسلني لبنان رحت مستشفى الفرنسي رحت. وهسا قبل فترة بأربيل البتسكان بس البتسكان ب 12 ورقة سويته هاي كل البيت هسا أنا قاعدة إيجار وزوجي عاطل لا شغل ولا. الطفل طبعا محمد سفيان احنا سكنة اليرموك يعني منطقة راقية يعني مو ومع كل هذا هم سببنا بكل يعني هم قصبة المناطق ترى كلها هي كلها سببت بإشعاع كل المكانات ماكو يعني ترى بهاي المناطق وهاي المناطق ماكو شيء كل هالمناطق تأذت. زين الطفل طبعا فشل كلوي من جابته أمه. أنا هذا الطفل الرابع يعني عندي أطفال حتى جوا بالحصار يعني بوقت الحصار جار اللي فرضت الدولة فرضوا علينا أثناء الحصار ما صار بيهم شيء والحمد لله ذلكم وكل شيء ما بيهم وهذا الطفل إجا معوق. هاي النتيجة شنو هي النتيجة؟ نتيجتها أكو 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 يورانيوم منظم أكو أشعاع أكو مع كل هذا رحنا طبعا ودينا لبنان. الدكتورة تقول إن دكتورة آخر دكتورة قالت إن هذا الطفل منتهي ليش تعبون نفسكم؟ والله طلعنا به لبنان الحمد لله كلها عمليات وهك هاي التأشيرات هذا
الجواز الثاني هسه راح اطلع فيها. هاي كلها صرف فلوس زين، كلها مبالغ الدائن وجيب وودي وروح وتعال وكله زين صرف. لا دولة تلحق لك ولا احد يلحق لك زين. فكنت انه نشوف المنظمات الانسانيه انه تكون تلقي لنا فتح حل، والحمد لله هسه يعني هم موجودين حتى هناك بلبنان هم اكو شويه تجاوب ويانا والحمد لله يعرفون. يقول حتى الدكتور يقول عندكم ترى مشروع عباده بالعراق اي معروف. عندما قامت قوات التحالف بقصف منشأة النداء العامة في الزعفرانية أصابت العديد من المواطنين باليورانيوم المنظب وسببت أمراض سرطانية بالعديد من المواطنين في الزعفرانية، وخاصة زوجتي سعدية حسن رشيد اللي انصابت بمرض ورم بالرأس وورم الغدر الدرقية وانصابت بمرض القلب من أثر القصف الصاروخي في على منشأة النداء، وسببت الأسباب التالية. أولا رحت إلى العاصمة السورية فحصت زوجتي وطلع عندها مرض ورم برأسها وطلع ورم عندها بالغدة الدرقية سنة 2010 وطلع عندها قلب، فعالجت سويت رأسها عملية وهاي التقارير بمحافظة أربيل 25 مليون دينار عراقي عيني، وبعدين سويت الغدة الدرقية بخمس ملايين دينار عراقي في مستشفى الراهبات، وبعدين سويت قسطرة القلب بثلاث ملايين بمستشفى العربي هنا ببغداد، ولحد الآن المرأة تأخذ علاجات مال صرع تقريتول وعلاجات 250 ألف دينار أنا بس أجيب لهاي الأمراض للقلب وللرأس وللغدة. وزارة الصحة ماكو هيك إمكانية عندهم وما فادونا بشريط براسيتول لحد الآن، يعني ما مستفادين من عندهم، والعلاج كله جاي ناخذه من برا. زين احنا هسه شو نسوي؟ ناشد المنظمات الإنسانية والناشد المنظمات الدولية بأن يسوون لنا فد حل، يعني احنا ما نقدر ما نتمكن نشتري العلاج، والمرأة بعدها مريضة هسه ظهرها النوب عندها فقرات الظهر صار من أثر الضرب اليورانيوم أثر عليها ولحد الآن، ووزارة الصحة طبعا ما استفاد يعني من عندهم كل شيء، والعلاج جاي نشتري من برا كله 250 ألف دينار شهريا أشتري وراتبي 300 ألف. وأريد بالنسبة إن إحنا نريد نقيم دعوة على القوات التحالف الأجنبي اللي ضرب قوات التحالف جميعا ضربت العراق وسببت الأمراض في ضربة المنشأة النداء العامة وضربة الطاقة الذرية اللي هي سببت مدينة الرياض تأذت هي ومدينة سلمان باك المدائن. وناشد الحكومة ناشد المنظمات الدولية أن يسوون لنا فد حل، يعني تعويضات يعوضونا، لأن إحنا منين نجيب؟ كل واحد حط له كومة فلوس، وناشدهم وناشد المنظمات الإنسانية يسوون لنا فد حل ويسوون لنا شارة. أنا عندي أمراض مزمنة، ضغط فرثوي مفاصل، واستأصلوا لي الرحم يعني مفاجئة، مثل اليوم رحت للدكتورة ثاني يوم سووا لي العملية، عملية كبرى اي. واحنا هنا بالزعفرانية يعني من ضربة النداء احنا تأثرنا بيها اي بسبب الامريكان اي. أنا يعطوني علاج الأوبر يعطوني إياها من مدينة الطب، بس تنقطع يعني 8 أشهر يلا تجينا، كل أسبوع أضرب وحدة والوحدة بورقة أي، فمرات يعني ما يعطوني إياها، هاي صار أنا 8 أشهر ما ماخذه هذا العلاج. شو سبب قطع الجوال؟ يقولون ما يجي، ما أدري، إحنا نروح نسأل وما نلقى العلاج مالنا. اي والدكتور انا همين ما رحت لها صار تقريبا 6 أشهر لان حالتنا الماديه ضعيفه، انا زوجي معوق سائق تاكسي وولدي قاعدين يعني ماكو شغل وما رايحه. اي والله عندي ضغط وسكر واعاني من الغده التضاريه، يعني ورم عندي بالغده التضاريه، فيعني لا علاجي يعني من اخذ علاج ما يفيدني ابد، راجعت هواي، فحتى يعني الحمل ما يصير عندي حمل، يصير عندي حمل بس سببها يقولون اسقاط، فصرت مره يعني حامل بسنه 2012 7 أشهر وقعت الطفله،
ظلت تقريبا يعني اسبوع بالمستشفى، يعني هي بسبب الغدة الانتظارية، فماتت الطفلة. حتى يسحبون من عتها، فيعني العاني من عتها امراض كلها صارت بالطفلة. فأنا اي علاج اللي استعمله ما يفيدني، ما يفيدني اي علاج الا يعني قالوا لي فالغدة هاي الا تشيليها، فأنا يعني ما عندي امكانية اشيلها. فيعني انا اشد عن علاج. عندنا وليد خالي من الولادة عنده شلل الحركي ودماغي، وما خلينا حتى ذن مفرزات التحاليل كل شهرين أنا راجعة وما إلى أي نتيجة، وكليته من التحالف الدولي، هاي كله سببه. وأنا أشتكي على الأمريكان وأريد تعويض، يعني تعبنا إحنا، أبو كاسب ما عنده أي شيء، وكل شهرين أنا راجعة وأريد من الله ومن عندكم توصلون صوتنا على مود نعالج هذا الطفل. أنا ولدت الطفل عبد الرحمن، فشل كلوي مع استرجاع الإدرار إلى الكلتين، يحتاج عملية إلى خارج العراق. طبعاً إحنا ما عدنا وراثة نهائياً بالعائلة، عشيرة كاملة إحنا ما عدنا هذا الشيء. الطفل الوحيد اللي ينصاب عدنا من 2011 ولحد الآن كل 14 15 20 يوم هو نايم بالمستشفى ما يطلع. كل أسبوع إحنا نضربه أبرة سعرها 35,000. حالياً الطفل أنا ما جايبته وياي، ده يغسل كله 4 مرات بالشهر، هو ده يغسل بالأسبوع عفوا زين. فإحنا نقيم دعوة قضائية ضد التحالف الأمريكي بسبب السم اللي دخلوه للعراق. أذونا، أذوا أطفالنا، أذوا يعني أذونا بشكل مو طبيعي. أمراض كثرت، أمراض شنو إحنا ما نعرفها، ما نعرف هاي الأمراض منين ده إجت، منين إجت هاي الأمراض، على شنو. طفل عمره 9 سنوات ده يريد يروح يلعب حال الأطفال الباقين، ده يريد يروح يدخل مدرسة، ده يريد يتعلم، ليش انحرم؟ بسبب شنو؟ بسبب بوش؟ بسبب أمريكا؟ بسبب شنو؟ على شنو؟ طفل يبكي يريد يلزم قلم ودفتر ليشوف أصدقائه وأصحابه ده يروحون المدرسة وهو ظال بالبيت. طفل امتحانات نصف السنة جاية، أطفال ده تمتحن، هو ده يغسل كله 4 مرات بالأسبوع، ليش؟ ليش هذا الدمار للعراق؟ على سبب شنو؟ صدام اخذتوه انتم، اخذتوه. ليش تدمرون الاطفال؟ ليش تدمرون الكبار؟ ليش هذا يعني شنو السبب؟ شنو عدائكم لنا؟ احنا نقيم دعوه قضائيه ضد امريكان اليوم وباكر وعقبه وسنه، احنا حقنا ما نتنازل عنه، ضد التحالف دول زين. كل من حط ايده بالعراق ودمر العراق وسبب كان سبب دمار العراق بهذا الطفل المسكين، بهذا الطفل عبد الرحمن، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم زين. وطالب سفر خارج العراق، لان احنا هنا بالعراق كل شيء ما حصلنا نتيجه، ما حصلنا اي نتيجه، كل شيء ما سوونا. نطالب بسفر خارج العراق لزرع كله ومن ثم توسيع المثانه. بنتي آلاء جبار صار لها 10 سنوات عندها مرض سرطان بركبتها، وقالوا لي لو بتر لو ماكو كل علاج إلى هنا لو تبديل مفصل. لا ديشة شابة 18 سنة عمرها، تعالي 18 سنة عمرها، صار 10 سنوات أنا أراجع بيها، كل علاج ما إلها هنا يقول لو تبدلها مفصل لو تبتر رجلها. هذا كله بسبب الأمريكان والغضب هذا الذبوع علينا، وانا طالب بسفر لو برا لو علاج اي علاج، بس المهم اعالجها، لان كل مستشفيات بالعراق راجعتها وكلها ما فادتنا، كلها يقول لو تبترين لو تبدلين مفصل. يقول تبدلين مفصل بالعراق ماكو، ما موجود، لازم تبدلولها برا، لو تطلعولها لو اي دوله برا تبدلولها المفصل. وانا طالب اريد علاج لها، لان هي بنيه شابه حتى من المدرسه صارت 8 سنوات قعدوها وخلوها متداوم المدرسه، يعني واحنا نطالب نريد بلكة علاج تبديل مفصل، هو اهم شيء يعني يريدها تبديل مفصل، واحنا نشتكي على الامريكان لان هم هذا السبب كله، الامريكان اللي سووه بينا. انا والدي الطفله تقع حارث، عندها ضعف السمع وضعف النطق، يعني ما تسمع وما تحكي، صار 8 سنوات من عمرها 2 نراجع بها، سوينا لها عمليتين ولحد الان بنيها صار عمرها 10 سنوات
يعني ضعف سمع وضعف نطق، ويراد لها يعني علاج، ويراد لها جلسات تعليم، ويراد لها سماعات متطورة، واحنا على قد امكانيتنا يعني راتبنا يا دوب يكفي العيشة. راجعنا لمدة يعني 8 سنوات، عمرها 2 سنين، هسه 10 سنوات، ماكو يعني نتيجة. سوى العمليات اللي على حسابنا يعني على الخاص، سوينا العمليتين والحمد لله نجح، بس بقى يعني تحويلك على التعليم، جلسات التعليم. جلسات التعليم الساعة يعني ساعة الوحدة ب 25,000، وأنا تعبت يعني تعبت. هسه لحد الآن هي صار لها 2 سنين قاعدة بدون علاج. ظروفنا المادية صعبة، نود قاضي القوات التحالف على هذا الوضع ما جرى بالأطفال. احنا من أهالي الصويرة، بسبب التحالف الدولي اللي قصف في الطاقة وصلنا اليورانيوم إلى محافظة، إلى قضاء الصويرة، وطفلك كانت ما بيها أي شيء، فبعدين صار برجليها المشيتها مو طبيعية، بعدين راجعت بيها طلعت ورمة على الدماغ زائدا مي على راسها، فسويت لها عملية بجملة العصبية بغداد. ورا ما طلعت من العملية طلعت شو اسمها الورمة يعني مو جيدة، قال مو زين لازم تراجعها بكيمياء أو إشعاع. فرحت المستشفى إمام الحسين، إمام الكاظمين، فما استقبلوني، قال هاي لازم خارج العراق جهاز متطور. دزوني مستشفى الأورام التعليمي مدينة الطب، ما استقبلوني، قال لازم تطلعونها للخارج. أنا رجال عامل يوم أشتغل 10 أيام ما عندي، ما استقبلوني، رجعون مستشفى الإشعاع والطب النووي مستشفى الأمل الوطني حاليا بالكرادة، ما استقبلوني، قال يابا تطلع لازم بيها البرة ما عندي. فرجعت المستشفى مدينة الطب الأورام هم ما استقبلوا، قالوا ما نقدر. فأخير شيء جزاه الله خير مستشفى الإمام الحسين بالحسين انطوها كيمياء وجرع كيمياء، ومن 2016 بلشت بيها، 2018-19 يلا كملت الكيمياوي، فهسه بقت يعني المناعة نزلت عندها، القحة مستمر عندها من يجي الليل للصبح وانا قاعد. فيوم 15-12 مراجعتها ذاك الشهر ما رحت، صار شهر لأن ما عندي وديها بسبب التحالف الدولي الذي ضر بلدنا وضر أطفالنا، وتبكي تقول ليش أنا ما أروح المدرسة والأطفال تروح المدرسة. زين، وناشد الحكومة وناشد المنظمات الإنسانية بهذا الخير. أنا والدة الطفل مرتضى ميثاق، عجز كلوي وفقد بصره بسبب اليورانيوم وبسبب المنظمات هاي يعني بوش واللي ما عمل بينا، بسبب الإرهاب مالته دمر الشعب دمر الأطفال. شنو ذنب هذا الطفل عمره 8 سنين هسه هاي دخل وهسه ما يقدر نايم مستشفى، صار له 3 أشهر نايم مستشفى، لا عندي أطلعه ولا عندي أنومه بالمستشفى. هسه يعني حتى أبوه قام ما يجي لأن ما عنده كروة يجي بيها. شنو سببنا؟ بسبب بوش الله لا يوفقه، والناشد المنظمات الإنسانية يراعون حالته ويشوفه، هذا الغسل هاي الجهاز مالته ببطنه هاي اللي قدرنا عليه، وصارنا 3 سنين احنا نغسل له بالبيت، نغسل غسل يومي 4 مرات باليوم، وهسه استمر 12 ساعة باليوم غسل ومتبهذله لا نايم ليلي. وهسه جبته بالمستشفى الاسكان لهنا، هسه نايم مستشفى وطلع والله العظيم يعني مجرد ساعات وارجع للمستشفى على مود غسل، وقلبه تعب كفاءة القلب 47%، يتعب ويفقد ودخل بغيبوبة، وأبوه رجال عامل يوم يشتغل و15 يوم قاعد، أبرة ما عندي إله، وناشد المنظمات الإنسانية وكل من يسمعني يرأف بحالة هالطفل هذا. أنا من سكنة المدائن سلمان باك بال2004 انصبت بسرطان نخاع العظم، فعلاج ماكو، بترى ورجلي من مفصل المفصل مع الدمك. فالناشد
نتيجة الإشعاعات والتلوث الموجود صار بالمنطقة، وكو حالات انه توفت يعني اللي قريبة علينا ماكو توفت راحت الى رحمة الله. فنطالب انه توصلون صوتنا من المنظمات الدولية للمجلس الامن الدولي، تطالبون بحقوقنا وتعويضنا نفسيا وماديا. الغدة موجودة عندي وزوجتي صارت عندها غدة وبنتي هم صارت عندها غدة بسبب التلوث اللي موجود بالعراق، والشغلات اللي انضربت بالمواد الكيماوية اللي موجودة من سبب القصف الأمريكي والدول التحالف. لدي زوجتي عندها غدة موجودة وبنتي هم نفس الحالة الموجودة عندها غدة. راجعنا مستشفيات هواية تحاليل بالنسبة للعلاج يوم تحصله ويوم ما تحصله. ب 18000 مال شهر. لا لا مرات قسم مرات متوفر وقسم مرات اكثر المرار ما متوفر. هسه صار اكثر من 6 شهور انا ما اقدر. قال لي لازم لا لازم الدكتور لازم 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 استئصال عمليه. استئصالها عمليه لازم وما عندنا امكانيه ان نسوي عمليه. هي والدتي واكتشفنا بال 2013 وسوينا لها العمليه الاولى كانت كبرى سوينا لها بال 2013 بعدين رحنا لتركيا اخذنا اشعاع قالوا ما عندنا هنا نطلعوا برا. طلعنا برا اخذنا اشعاع 25 جلسه بقينا شهر ونص رجعنا كانت هي مسويه عمليه خلوا لها يعني فتح كيس خارجي. من رجعنا قالوا 6 اشهر 7 اشهر يبقى وبعدين سووا لها ورا 7 اشهر هم عمليه ثانيه سدوا. ظلت هم تاخذ علاج وكيماوي وكل مصاريف يعني برا وغيره. رجعنا قال شكوا انه اكو ورم على الكبد وهم رجعوا وسووا عمليه ثانيه فتحوها 13 خياط وثالثه يعني التشخيص غلط يعني الدكتور اكو دكتور يشخص وثالثه يطلع غلط يعني الفتحه فتح لها 13 خياط شنو ذنبها؟ وثالثه يقول لي هي ورمه صغيره هذه على الكبد. قلت له زين دكتور مو انا من البدايه بالتحاليل ولا قلت لك ما موجوده ليش انت هيك سويت؟ يعني فشي كله تشخيص غلط بغلط. ونتيجة هذا شنو؟ انه الضرب اللي صار علينا واليورانيوم والاشعاع هو اللي نتج هذا الشيء. ولا والدتي كل شيء ما بيها يعني ما بيها اي شيء يعني هي الحمد لله بس اللي صارت الحرب علينا هذا اللي دمره. ومو بس هي هواي حالات ويانا يعني انا ايضا بنتي هم نفس الحاله عندي تداخل بالخلايا مال الدماغ مالتها صار بيها. هاي بنتي انولدت بال 2014 شنو ذنبها؟ طفلها هسه يعني قاعده بالبيت لا تقدر لا تطلع لا هذه اخاف عليها من كل شيء وعلاجها غالي وهم قالوا لي اطلعي برا وانا ما عندي برا. انا صار عندي مرض وهن العضلات وبالعاميه ضمور العضلات وضمور بالكلى اليسرى وهي هسه حالا بحوض المثانه وتشوهات خلقيه. هذا كله سبب الضرب والطاقه الذريه والاشعاع النووي بسبب القوات الامريكيه والتحالف الدولي. هو هذا سبب التلوث البيئة خلانا هيك نتمرض كليتنا حتى صار عندي انحراف بالعمود الفقري وهذا ضعف جسمي ومرض. يعني أنا راجعت مستشفيات كل مستشفيات بغداد راجعتها ونمت بالمستشفيات وما صارت لي أي حالة وهسه جاي راجع بالدكتور أخصائي وكل شهر أذهب 400-450 ألف كل شهر كل 20 يوم. أنا أشهد بعلاج ابني لأن أنا يعني شاب دي يلعب طوبة دي ينضرب زين بسبب الامريكان اللي ذبوه علينا على بلدنا وعلى قاعنا وعلى زرعنا وعلى كله تلوث. شايب مو شاب زين يشكي من مفاصله ويشكي وانا عنده ابوه مريض ما اقدر اودي عنده شو اسمه سكر وضغط وهسه ذا يشكي من كلياته زين قال عوفيني انا هسه ابدي بيه. يعني هسه احنا نقول اكو ناس خيره وطيبه دا تساعد اكو ناس ما حد يساعدها زين لعد خلينا ينظرونا يعني هي امريكا هي مو اهل الديمقراطيه وينها؟ اخذتوا صدام؟ عفونا عفونا بحالنا سابين عفونا هسه شنو ذنبها العالم شنو ذنبها؟ يعني اذا شاب هسه يسمع شنو حياته؟ زين؟ لا تصدقون ينام ويسووا اي واحد اي واحد اي واحد وخصوصا هذا مرض السرطان يعني اهله معلولين على اكثر ما هو السرطان صار به. زين؟ اناشد كل شريف واناشد المنظمات الانسانيه لان احنا العراقيين مظلومين. انظلمنا ظلم ما حد انظلمه زين ونسيبنا سباي ما حد. انتوا ويا شخص الشعب شنو ذنبه؟ شنو ذنبه؟ لعد احنا بلد النفط روح انت من برا روح انت من برا. احنا لو عندنا فلوس احسن ما ندق باب اي مستشفى ما ندق اي باب دكتور
دكتور يشخص شيء وهذا يشخص شيء وتالي بتالي تروح رجال ليش؟ شنو ذنبها؟ شنو العالم ذنبها؟ يلا جرتها شنو؟ اللي حصلتها شنو؟ رضينا بالحصار رضينا بكل هذا تالي متالي دا يذبوننا أمريكا هذا زين؟ شنو يعني؟ أكو قلت لك ناس أصلاً ما طالعة ما تقدر تطلع ما تقدر يعني تسوي زين؟ إذا واحد بقلبه رحمة كم واحد زين إحنا روح أنت للخارج روح للهند روح إحنا ما عندنا خوبا إحنا لا نجي ولا ندق باب ولا حط جوازك واطلع برا. اكتشفنا يعني بمرض السرطان من 2009 علاجات للدكتور من كله من برا ماكو عندهم بالمستشفى تحاليل أبر الأبرة ب 250 ألف أشتريها إله العلاج مالته بمليونين إلا ربع أشتري إله و لا ما عندهم هاي هيك روتين الدفتر سووا لنا اياه ماكو اي شيء عندهم بالمستشفيات. هسه حاليا هو صار شهرين يعني مقعد ما يقدر لا يمشي لا يتحرك خلي طبعه ربانه هو عنده هنا الخلايات مالته ضمور عنده وراجعنا بيه من صغير بس من كبر هسه الحاله ما تتحمل تركنا هسه عندنا مرضى يوقع ما يقدر يمشي سوينا عملية برجله من يشيل الجنطة والمرات ما يقدر توقع منه إلا إحنا نشيل هي هسا ودينا المدرسة غير مدرسة المدرسة هاي بالزعفرانية إحنا هنا بالزعفرانية شدنا ويا المعلمة والمديرة وجينا عليها قالت لا تحاولوا اسألوه هو يعرف اسمه وهاي وزين ونظيف طلعنا غير حكي فتعرف أنت عاد المعلمات شلون والمديرة والله راجعنا يوم اي راجعنا انطونا علاج كنا ناخذ العلاج من تركنا العلاج هاي كم سنه يعني ادنى مرضى يوقع بالمشي دا يمشي سريع يوقع. اسمه حسام من سكنه الزعفرانيه تقريبا عمره بال 12 سنه بال 2003 2004 فضربوا قاعده النداء العسكريه كانت قريبه علينا. من يومها بدينا نراجع بمستشفيات وأطباء كبار الأطباء هنا بالعراق كله بالخاص طبعاً فما توصلوا النتيجة. دكتور عماد حسن قاسم في مستشفى الواسطي طان التقرير اتضح أنه التشخيص خاطئ حسب تشخيص أنه عندي ضعف أو ضمور بعضلات الحاوي طلع التشخيص خاطئ له. اللي كشفني العام دكتور تركي في مستشفى هاريم بسليمانية حسب التقرير اللي اعطاني عانى من ضمور بالدماغ بسبب اليورانيوم فطلع علاجي انه زرع خلايا جذعية بلبنان كلف تقريبا 5000 دولار عراقي فناشد كل منظمة إنسانية لأن حكومات ما استفادين شيء منها أناشدهم بقيادة حملتنا ضد التحالف الدولي وأقامت دعوة قضائية ضدهم. عندي هذا طفل صغير عنده أو من الولادة صار عنده ضمور بالدماغ ولا علاج له لا هاي يعني كل ما أروح للدكتور خصائي يعطيني دواء يعني مال منوم ينيمه حتى مرة وقع على النار وشلته والله العظيم ولا يقبل أبوها معوق لا يقبل عاجل هاي يقول شسو ما عنده وهو المعوق تعرفين كل شيء ماكو شغل هو هذا حتى بالبيت يعني كل شيء مأذينه أعطي دواء يلا ينام يعني ما أقدر أعالجه ورد مروتكم بعد فعلي هو بعد أول ما صار هذا يوم وأخوه راح فدوة من الأمريكان هو من صار أول ما صار راح له فدوة وظل هو هذا معوق وعالج بيه ماكو فايدة ورد المروة مالتكم بعد